بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، مع ضيفنا الجليل معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد انتهينا أحسن الله إليكم إلى جملة من المسائل المتعلقة بالطواف والسعي وما يتعلق بذلك، ومن المعلوم أن المحظورات التي مرت معنا أن من أبرز هذه المحظورات الوطء قبل التحلل الأول، ومن المعلوم أنه مفسد للحج. نود أحسن الله إليكم أن نتعرف على المقصود بالفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يفسد حجه بمعنى يبطل حجه، ولكنه يجب عليه إتمامه وهو فاسد، ويجب عليه ذبح بدنه، أي أن يذبح واحدة من الإبل أو واحدة من البقر، ويتصدق بلحمها على الفقراء والمحتاجين في الحرم. ثالثا، يجب عليه أن يحرم بالحج من العام القادم قضاء لهذا الحج الذي أفسده بالجماع، فيحرم من الميقات الذي أحرم منه في الأول، ويأتي بحجة كاملة قضاء للحجة الفاسدة في العام الماضي. فهي ثلاثة أمور: أولا أنه يمضي في الحج الفاسد من عامه، ثانيا أنه يذبح بدنه في مكة في الحرم ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، أو يصوم 10 أيام إذا لم يستطع الذبح. ثالثا أنه يلزمه قضاء الحج الفاسد من العام القادم كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يمر أحيانا ذكر الاشتراط في الحج، ما معنى هذا الاشتراط، وهل هو مختص أم أنه شامل، وما الذي يترتب عليه؟ اشتراط في الإحرام، إذا أن الإنسان كان مريضا ويخشى أن يتزايد به المرض ولا يستطيع إكمال الحج، أو كان يتوقع أن يأتيه المرض في أثناء الحج ولا يستطيع أن يكمل الحج، فإنه يشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيتحلل ولا شيء عليه. لأن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة. قال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي: اللهم إني أريد الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أحيانا من ما يلاحظ أن من الحجاج من يشترط لعدم وجود مانع أو خشية، لكنه عندما يريد الدخول في النسك يشترط ابتداء، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا خلاف الأولى، الصحابة ما كانوا يشترطون إلا هذه المرأة لأنها كانت شاكية يعني مريضة، فمن كان حاله مثل حال هذه المرأة فإنه يشترط، أما من كان سليما فإنه لا يشترط، وما كان الصحابة يشترطون رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم.
من محظورات الإحرام المعلومة تغطية الوجه، فهل هو مختص بالرجل أم أنه شامل للرجل والمرأة؟ تغطية الوجه ليست من محظورات الإحرام، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، وإنما المرأة يحرم عليها أن تلبس على وجهها البرقع أو النقاب فقط، وما عدا ذلك إنها يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال إذا مروا بها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فليس الممنوع هو تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، إنما الممنوع أن تلبس عليه برقعا أو نقابا، هذا هو المحظور في حق المرأة، لباس خاص وهو البرقع والنقاب على الوجه. نعم، أحسن الله إليكم. إذا أيضا لا حرج لمن لبس أحيانا الكمامات، هناك من أحيانا يمنع من لبس الكمامات في الحج. بالنسبة للرجل لا حرج عليه، يغطي وجهه نائما أو مستيقظا لا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع أن يغطي رأسه بملاصق، هذا هو الممنوع في حق الذكر، وأما أن يغطي وجهه فلا مانع منه، ولبس الكمام لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه المحظورات وغيرها مما ذكرناها، هل يشمل الحكم فيها الناسي الجاهل المكره، أم أن هناك تفصيل؟ تفضل بتوضيحه أحسن الله إليكم. الناسي ينزع الغطاء أو ينزع المحظور الذي فعله أو يتجنبه في مستقبل وقته ولا شيء عليه، بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثله الجاهل أيضا، الجاهل بالحكم اللي قبل أن يبين له لا حرج عليه في ذلك، إذا فعل محظورا جاهلا فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن الجاهل معذور حتى يعلم الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. لعل هنا ملمحا مهما أحسن الله إليكم تتفضلون بالحديث حوله، حول أهمية تعلم ما يجب على الحاج والسؤال واستزاده بالعلم حيال هذا النسك العظيم قبل أن يقدم عليه الحاج، وأثر هذا في صحة حجه. هذا ذكرناه في البداية في أول حلقة، وقلنا من يعزم على الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي نسكه على الوجه المشروع، وذلك بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقرأ في الكتب المختصرة الصحيحة التي فيها وصف أفعال الحج وما يشرع للحاج وما يحرم عليه حتى يعلمها قبل أن يدخل في الحج. والأمر الثاني أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما من خلال هذين الأمرين بصفة مختصرة، وما أشكل عليه من التفاصيل فإنه يسأل عنه أهل العلم وستنحل مشكلته إن شاء الله تعالى. إنما اللوم على من لا يسأل أهل العلم ولا يتعلم، فهذا هو الذي يكون ملوما وقد لا يعذر في مخالفاته. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من خلال النظر في أهمية إتمام الحج وضرورة القيام به بعد الشروع فيه، هل يمكن للحاج أن ينصرف عن الحج لوجود مانع؟ إذا منع من الحج فهذا إحصار، قال الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار كأن يصده عدو فلا يصل إلى البيت،
وكذلك لو أصابه مرض يحبسه عن المضي أو حصل له حادث في الطريق منعه من المضي فهذا يعتبر إحصار، فإنه يتحلل ويذبح فدية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخيرا، جاءت النصوص بالحث على الحج المبرور وبيان فضله، فما هي علاماته وكيف ينال الحاج هذا الفضل العظيم؟ الحج المبرور هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهو الحج الذي تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، ويكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه شرك أو رياء أو سمعة، ولا يكون فيه ابتداع ومخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الشكر في ختامها لضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. الشكر كذلك لفريق العمل. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.